السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده حلو جدا. النهارده هعمل لكم بشكل عملي ازاي انا بستخدم الديرما رولر. طبعا انا كنت عملت قبل كده ريفيو عنها بشكل مفصل، ازاي بتستخدم، بتتعمل ايه. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو اللي فات في الديسكريبشن بوكس، ارجعوا له وافهموا الاول هي امتى نستخدمها وايه اللي المفروض نعمله. يلا بقى نبتدي وتابعوا معايا الفيديو. حبيت اوريكم ان انا ازاي بعمل جلسة بتاعت الديرما رولر، عشان خاطر بنات كتير قوي سألتني انا مش بعرف استخدمها، انا خايفة، انا حاسة ان ممكن يحصل لي مشكلة، وشي ممكن يلتهب، ممكن يحصل له اي مشاكل. فانا حبيت اوريكم انا بعملها ازاي وازاي يعني اعملها بشكل صح عشان خاطر احس بالنتيجة بتاعتها. وطبعا طبعا قبل ما تيجي تعملي جلسة الديرما لازم تكوني متأكدة ان يعني بشرتك نظيفة، ما فيهاش اي مشكلة او ما فيهاش اي يعني ما فيهاش حبوب، ما فيهاش مش نظيفة، لازم تبقي انت غسلها كويس. طب وطبعا عشان خاطر برضو نتأكد ان البشرة نظيفة، فممكن بقطنة وبموارد وفي نفس الوقت عشان برضو ايه لو هي مغسولة وحاسة ان بشرتك مفتوحة المسام او فيها حاجة تبقى انت اتأكدتي ان هي ايه ما فيهاش اي مشكلة. طبعا انا بقالي فترة طويلة موقفة الديرما رول عشان زي ما انا قلت لكم ان انا كنت بدأت استخدم الليزر، وزي ما انا قلت في الفيديو اللي فات ان انا ما ينفعش ان انا وانا بعمل الديرما استخدم ليزر، فلازم بتوقفي حاجة وبتستخدمي حاجة. فانا خلاص خلصت قصة جلسات الليزر يعني، فقلت لا ارجع بقى للديرما. فطبعا انتي ما بتقربيش خالص لحوالين العين، او خلاص انا كده نظفت بشرتي، وطبعا هي اصلا نظيفة ما فيهاش حاجة لان كنت لسه غسلاها. اللي ما كانش شايف النوع بتاعي ده، النوع عارفه هي باينه ولا لا، طبعا انا كنت حطاها ومعقماها، بس برضو لزياده التاكيد بالكحول الايثيلي هرش عليها كده. انت زي ما انتوا عارفين ان الديرما رولر دي استخدام شخصي، ما ينفعش كذا حد يستخدمها. انا قلت في الفيديو يعني قلت في الريفيو عنها اللي فات كل تفاصيلها. هي مفيده جدا، هي بتحس ان انت يعني انت لا اصلا لو خدتي عليها هتحسي ان الموضوع لا بيفرق جدا فعلا وفي نتيجه منها. ف طبعا احنا عشان نتاكد ان البشره او كل الوش كله مشيت عليها الديرما، فالاحسن ان انت تمشي جزء جزء، يعني ما تعمليش مثلا جزء هنا وبعدين تنقلي هنا وبعدين تنقلي هنا، فلا خليكي ماشيه جزء جزء. طبعا انا قلت ان الديرما رولر ديت في منها مقاسات كتير، مكتوب حتى على العلبة ان في البيرسونال يوز، يعني مثلا ممكن لحد 25 ملي، ممكن يعني نص ملي، اكتر من كده بيبقى محتاجة حد سبيشال. بس انا بصراحة انا جبت اللي هي 1.5، كان نقسم الوش عشان خاطر نتأكد ان كل جزء جه عليه او مشيت عليه الديرما بشكل كويس عشان خاطر استفيد بالجلسة كاملة. طيب انا دلوقتي مثلا هنا همشي فوق. نسيت اقول لكم حاجه كمان مهمه، في ناس ما بتستحملش الالم قوي، ففي حاجه اسمها املا، ده اللي هو اللي انا قلته برده قبل كده في الريفيو، ده المخدر. بس انا ما بصراحه مش عارفه لما حطيته على وشي ما حسيتش
مش حاسه قوي او كده، فلا فانا خلاص ما استخدمتوش يعني، ما استخدمتوش المره دي. فهنبتدي نشوف اهو، هنبتدي نمشي فوق. مش عارفه انتوا شايف ان من مجرد ان انا بس مشيت عليها، انا بشرتي طبعا حساسه فوشي احمر. تمام، وبتتكي عليها يعني، بتتكي عليها عشان تحسي ان السنون اثرت معاها. فانا بعمل فوق وتحت اهو، فوق وتحت وبالجنب بالورب. مش عارفه باين ان وشي التهب ولا لا، بس طبعا احمر جدا. في فرق هنا اهو وعن هنا، هنا احمر. طبعا خلصت الجلسة زي ما انتوا شايفين، طبعا وجع رهيب في وشي عادي جدا ما فيهوش اي مشكلة. ده هيبقى مجرد يومين هيعدوا، الموضوع هيبقى تمام. طبعا ما ينفعش تتعرضي للشمس او تحطي ميك اب في اليومين دول، احسن تبقي قاعدة في البيت. بعد ما خلصت الديرما، المفروض ان انا احطها تحت مية عشان انزل لو فيها نقط دم، وارجع تاني احطها في الكحول عشان خاطر تتطهر قبل ما عينها. طيب بعد ما خلصت الجلسة اعمل ايه؟ امشي تاني وشي بشوية بقطن موارد عشان لو فيها في نقط او في اي حاجة، في نقط دم على وشي او كده، ابقى برضو طهرته او شلته. او ممكن بتونر، بس التونر هيبقى حامي شوية على وشي دلوقتي، فانا بس عايزة حاجة تهديه. عندك كذا بقى ايه، كذا اوبشن تستخدميه بعد الديرما. يا اما بتحطي مثلا كولاجين، او بتحطي سيروم فيتامين سي، او مسترايزر بتاع فرسالي، او لو انا ما عنديش الحاجات دي كلها، حاجة متوفرة، كبسولات فيتامين اي.
طيب انا ما عنديش برضو الحاجات دي، ممكن زيت الجوجوبا. اي حاجة عندكم فيها فيتامين، بما ان احنا خلاص فتحنا القنوات بتاعة البشرة وبقت تمام، فانا عايزاها تستفيد بالجلسة على قد ما اقدر، فانا المرة دي هستخدم فيتامين سي. جدا، وطبعا ما تخافوش من اي حاجة تحصل، يعني وجع او الم شوية او احمرار هتيجي، تحسي ان وشك ملتهب لدرجة ان انت يعني مش قادرة تستحملي الوجع يعني، فعادي ده في الاول الجلسة بيبقى ده كل ده عادي، ما فيهوش اي مشكلة. كل ما مثلا بيعدي وقتي اكتر كل الموضوع ما هيهدى معاكي اكتر، فانا بصراحة بنصحكم بيها جدا، حلوة جدا، نتيجتها فوق الروعة. هتحسي كده ان وشك من غير ميك اب منور، تكون خلصت الديرما وخلصت الجلسة بتاعة الديرما رولر، وحبيت اعملها لكم قدامكم، اعمل الجلسة دي قدامكم برضه عشان ما بخلش عليكم بحاجة انا ممكن اعملها لنفسي وما اقولهاش ليكم. بس واستنوني في فيديو جديد، وما تنسوش تعملولي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكوا على خير. باي باي.